جاربي دونك. فين يا سيدنا؟ عملت فيك ايه السودة الملبوسة دي؟ البت اللي شبه الجوجة دي ودتك فين يا سيدنا؟ سبتها تاكلك ليه؟ رحت لها ليه؟ ده انا كنت هحادي عليك برموش عيني، كنت هاخدك في حضني وضريك. رحت مني فين يا سيدنا؟ رحت فين؟ يا رب يا دول تمن الشقة. ودول تمن العربية. دول بقى نجيب بيهم شوية ذهب نشبرق بيهم المدام. طاهر فلوسك، خد اللي محتاجه والباقي اتكفل بيها تامن. اصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عدهم. حاضر يا مولانا حاضر. ودول اليتامى اللي هتكفل بيهم. ايوه لحظه واحده، ادخل. ايه يا باشا قافل تليفونك ليه؟ خير؟ مر علي انضرب واتسرق. ايه؟ انا مش معترض على قدرك، عارف ان دي نهاية كل حي، بس اتوحشت ولادي. اتوحشت لهم قوي. حن علي يا حنان، ارحمني يا رحمن، بس انا تعبت قوي قوي. امتى هترضى علي وتاخدني؟ امتى اللقا يا رب؟ امتى اللقا؟ ايه اللي خلاه يخرج بالفلوس دي كلها؟
كان قال لي وانا كنت طلعت معاه حراسه. مين اللي نصحه يعمل كده؟ يعني مش هنعرف نرجع الفلوس؟ المغورين شغالين ولو وصلنا لاي حاجه هنتصرف. رجالته راقبوه. بس انا ما اقدرش اعمل حاجه ولا اتهمه باي شيء. ليه بقى؟ هندخل في سينو جيم ورجلنا هتيجي وهتبقى حدوته كبيره. ادعي انت بس يكونوا شويه عيال هجامه هم اللي عملوا مع برع بالحكايه دي. والشيخ خلف وده ماله ده كمان؟ مش وسابنا ولازم يرجع وانت سيد العارفين. ارجوك يا عماد بيه تعرف لنا راح فين. هنشوف. ايه مش في بيتها؟ اسمع، تقلب عليها العزبه وما ترجعش وما اشوفش وشك الا ما تعرف لي هي فين. مفهوم يا سيدنا؟ انت فين يا سيدنا؟ يا سيدنا، سيدنا سيدنا، سيدنا جوم انا شربات يا ناس يا خلق، غدونا يا خلق يا الله. هو ماله يا ست؟ تعبان شويه يا اخوي. طب توديه المستشفى. ما جبلوش ياخدوه، قالوا لي تعالي بعد اسبوع يمكن يفضل سرير. هو في ايه بس؟ استغفر الله العظيم. هو الغلبان مالوش عيش في البلد دي؟ الله يخرب بيوتهم. ربنا معاك ويعفولك. مش شايف هو والله يا ست؟ قادر يا كريم. بقول لك ايه يا اخوي؟ ما تعرفش مطرح كده نقعد فيه يومين؟ مطرح؟ نشوف. كتر خيرك يا اختي. وانت عامله ايه دلوقتي يا ياسمين؟ بخير؟ الحمد لله. المهم انت يا خالي. انا الحمد لله اصبر روحي واقول كان الحاجات دي ما لقيناهاش من اصله. المهم اللي احنا كنا جينا عشانه حصل الحمد لله. يبقى ايه اللي معادنا يا اخوي؟ نرجع مصر. ارجع فين؟ انا لو رجعت البس البدله الزرقاء. عليا الشيكات يا ياسمين تحبسني. مقدر ومكتوب اقعد هنا في العزبه لحد ما ربنا يحلها. روحوا انتوا. انا مش هروح. انا هفضل هنا لغايه ما اوصل لخلف. خلف؟ طب زمني ايه تاني؟ الله، مش جوزي ولازم ادور عليه؟ ما هو طلقك. وانا ما طلقتوش يا خالي. سامع يا برع البت بتقول ايه؟ هو خلف ده هو اللي هيطلعني من الخي اللي انا فيه. بس مين يعرف له طريق؟ عين بصت فيك ومن كل عين شفتك ولا صلتش على النبي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لام ومن كل شيطان.
قال اتجوزني وانا لسه صغيرة ما كملتش 14 سنة، كان عايز يخلص مني. ابويا مات وانا لسه صغير، وبعدها امي حصلته وقعدت انا واخويا عند خالي حسن. اخويا ده كان طيب وحنين قوي، وفي يوم انقلبت به المعدية وغرق. قعدت جار الفور مدعي يا رب خدني معاه يا رب خدني معاه، ما خدنيش. قلت مادام ملاك الموت معياش شياجي اروح لنا، ورحت عشان ارمي نفسي في البحر. كنت عاوزه اموت زي اخويا ما مات. لحقوني وانا بيني وبين الموت يا دوب شهقة نفس. بعدها لقيت امي وابويا واخويا كلهم جوني في المنام، كان وشهم متكدر وما نطقوش ولا بكلمه واحده، وادوني ظهرهم ومشوا. قعدت ابكي ابكي واترجاهم عشان يسامحوني. ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا. يا هانم انت لو عايزين اجيب لك مشايخ الصعيد كلهم هجيبهم لك. انا عايزه خلفه بس. هجيبه لك، اطمني، اعتبري مرمي تحت رجليك. لا انت تقول لي مكانه والباقي بتاعي انا. ماشي بس كده. ماشي بعد اذنك. وهاني، هاني بيه موبايلاته معاكي، انا براء. هاني بيه رضعته والقبر. انت بتخاف منه بقى. وحضرتك كمان لازم تخافي. سلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. الحمد لله، بركة انك قمت بالسلامة يا سيدنا. الف بركة، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. ارجيني يا سيدنا، سيجي عليك النبي لا ترجيني. انت اللي ترجيني. انا؟ هو انا طول. انت طول السحاب. ارجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
لك عندي حاجة. كريمة؟ عوقت عليك؟ تعبتك معايا؟ تعبتني؟ ده أنا لو مت دلوك أبقى خدت من الدنيا كل اللي تمنيته وأكتر. أنا ما كنتش أحلم أفضل جنبك ساعة واحدة بس. أنت خدتي إيه من ورايا غير غير الفرح والسعد والهنا كله يا سيدنا؟ أقعد أقعد أما أوكلك. كان نفسي اطبخ لك بيدي بس المطرح ما فيهوش بابور جاز. ده انا كل الخلق بتحلف بواكلي. طب ده حتى الحاجه كانت بتتجنن لما الحاج يقول لها خلي شربات هي اللي تطبخ. تعرف انا نفسي اطبخ لك ايه؟ ويك دي هتعجبك قوي. تتجوزيني يا تتجوزيني يا شربات. العريس حسن عبد العزيز ابراهيم، العروس شربات سيد احمد. اسمك حسن؟ اقول لك يا حسن. تعال عندي يا حسن. تعال عندي يا شربات. حاضر انا حاضر. الف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ايه قوم. ما لقيش عندك دكان ينفع ابيع فيه الطير؟ مقبول. بس ما يكونش بعيد عن السوق. حاضر مقبول. بالمرة اشوف لي مطرح اسكن فيه. وعليكم السلام. اخذت عليكي كثير كثير. كنت في السوق. بسم الله. على الله يعجبك. تسلم يدك. فرحانة؟ فرحانة قوي قوي. دايما حسن. يا عيون حسن. انا خايفة. خايفة من ايه؟ خايفة للبشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحيتيه من تاني. انا كنت دفنته من سنين. كنت عارف اني مش هشوفه تاني ولا هعيش تاني ولا هحب تاني.
أنا كنت بشوف كريمة فيكي. ما تزعليش، كريمة كانت غالية وأنت كمان غالية. قبلك كنت بعد الأيام والثواني عشان ربنا يرضى عليا وياخدني. بعد الشر عليك. ربنا مد في عمري عشانك وعشان أكبر رضاه وحكمته وعشان أسبح بحمده ورحمته وعشان في كل صلاة أطلب غفران وأقول له سامحني يا رب، سامحني يا كريم، سامحني يا كريم. يعني إيه مش لاقيينه؟ ده زي ما يكون فص ملح وذهب يا باشي. والبيت الخدامة؟ لفينا عليها البلاد اللي حوالينا كلها، تقول إن شقت الأرض وبلعتها يا باشي؟ معلش، دي غلطتي أنا. أنا اللي كنت فاكر إنه ورايا رجالة، لكن يظهر إن مفيش فايدة. إسماعيل! رضوان! أمرك يا باشا! أنا بقى هعرف أجيبهم إزاي يا تنبلة. أنا ما مصدقاش إنك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما أجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليكي. خايف عليا؟ من إيه؟ فرحانة؟ أنا ما مصدقاش إنك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما أجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليكي. خايف عليا؟ من ايه؟ يعني انا اكبر منك. انت صغيرة وانا راجل كبير يعني. ودلوك صغرت؟ عشان اتجوزتك. قل لي يا حسن، انت اتجوزتني عشان بتحبني ولا صعبت عليك من اللي عملته معاك؟ رد جميل يعني. سدي واحكي لي انت. نعم. ليه كنت بتبص عليا من خرم الباب عند العمدة؟ وليه عينك ما فرجتنيش مطرح ما روحي؟ اقول لك وما تقولش عليا عبيطه؟ قولي قولي. اول ما شفتك لقيتك مارد طاير، روحي كانت هتروح مني. قلت لعدلي لا يكون ركبني بسم الله الرحمن الرحيم بجد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم بجد؟ لا والله ما أقصد. طب والنبي أنت عسل؟ عسل. كنت كل ما تروح حتة ألاقي قلبي عمال يخبط يخبط وقلبي بيطير. قلبك طار؟ ما مصدقنيش، هتتمجلت علي. لا وأنا أقدر؟ طب والله العظيم قلبي كان عمال يخبط. طب وساعد برعي ليه ما خبتيش من نار الجايدة؟ ما حسيتش بروحي، لقيتني وسط النار وبشدك. النار ما تحرقش مؤمن يا شربات. ده انت اللي شربات. بقول لك ايه، ما تجي ندخل جوه، انت لقيك تعبت من الوقف. ما احنا قاعدين هنا. قصدي يعني تدخل جوه تريح ظهرك تفرد جدتك. تعالي. تعرف أنا طول عمري ما حسيتش بالدفى زي دلوك. أنت هتفضلي طول عمرك دفيانة بقلبك اللي ربنا منورهولك ولأنك راضية بنصيبك اللي ربنا قسمهولك. يا هبلة،
حد يبقى معاه شنطه مليانه فلوس ويقول ما عاوزهاش. انا ما عاوزاش من الدنيا غيرك، انت عندي بكل كنوز الدنيا. هتفضلي غنيه بقلبك الابيض. قلبي ابيض عشان انا بيضة. وانت بيضة؟ امال انا ايه؟ انت حمر. 70 جنيه غالي يا حاج. الغالي ثمنه فين؟ يلا هات 68 جنيه. الله يبارك لك يا حاج. ذكر بطي متزغط تمام وما فيش هرمون. الله يعطيك الصحه يا حاج والحمد. هتطلع منه سليقه بالهنا والشفا. تشكرين يا حاج، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. تعيشي، مع السلامه. الو. ايوه يا حسن، عوقت ليه؟ عوقت؟ لسه بدري. وانا كمان اتوحشتك. قولي لي عايزه ايه وانا راجع. نفسي في جنديل دوره مشوي. حاضر. الباقي ليه؟ اتفضل القنديل المشوي. تسلم اليد اللي شان. حلو، عسل. لو طلبت مني مال قارون كنت غطست وجبتهولي، مع اني ما بعرفش اعوم. القنديل ده عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. بعد ما قفلت معاكي قلت قنديل مشوي؟ قنديل مشوي؟ ليه؟ انت كنت بتتوحم؟ يا ريت، ده انا ليل نهار بدعي ربنا انه يحصل. تعرف يا حسن، انا ما شفتش جوزي غير ليله الدخله، لقيته شكله عفش قوي وعينيه زي عينين الديب. اول ما جه يجرب مني قطعت وشه بتفرتي وقعدت اصرخ زي المدبوبه. راح ماسكني وقعد يضرب فيا ويضرب لحد ما روحي راحت. من ساعتها سكت لهم في الدباب، عملت انه بسم الله الرحمن الرحيم، ركبني اللجوه مني، قام طلقني وهج. قلت لي ان عيالك ماتوا. عبدالله، عبد الرحمن، شيماء، امه كريمه. شفت النار جايده في البيت، جريت ما قدرتش عليها. ماتوا كلهم، ما قدرتش اعمل لهم حاجه. عند ربهم يا اخويا، ادعي لهم ان ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم. حسن، انا بحبك قوي قوي. وليه البكيه دي لك؟ عشان فرحانه قوي، الدنيا كلها ما سيعنيش. انا دي لك بس، حسيت قد ايه انا غاليه عندك. دلوقتي بس؟ دلوقتي بس. ندمت انك حكيت لي؟ لا، زي ما اكون لسه دفنهم بيدي دلوقتي. كان نفسي يفضلوا معايا عشان ندفن سوا. استغفر الله، ليه خليتيني احكي؟ عشان عايزك تفضفض. قلبي بيتقطع لما بلاقيك سرحان والهم مليك، قلبك معبي وقافل على الحزن بابك ومعايزش تقول. واديني قلت. Thank you.
ازاي حضرتك يا قلبي؟ لسه نايمة. لا لا لا، انا صحيت خلاص. ايه، لقيتوا الشيخ خلف؟ فين؟ مساء الخير. شطبنا. معقوله كده يا خلف؟ خلف مين يا ست هانا؟ سيبنا لوحدينا يا مرسي. حاضر يا حاج. اشرب يا ست هانا، ساقع ولا سخن؟ امشي يا مرسي. حاضر يا حاج. اهون عليك تسيبني كده من غير ما تسأل بتعملي ايه يا مراتي؟ هو انا مش مراتك وليا حق عليك؟ يعني اعرف ان انت اتجوزت، حقك. انا ما كنتش هعترض، بس انا كمان ليا حق عليك. يعني تتجوزني اسبوع وانا مش داريانه بنفسي بذمتك؟ مش ده ظلم؟ مفيش فايده، الشيطان طلع من جدتك وركب عدلك. يا بنت الناس روحي لحالك. انت السبب، انت اللي خليتني احبك. انا بحبك بجد يا خلف، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. خلف. لا لا خلف. زعلان زعلان كده برضك يا راجل تغيب عن حبايبك المده دي كلها. المدام وحشتك؟ عايز تشوفها؟ طيب انت تقدر تنزل دلوقتي، هتلاقي عربيه مستنياك قدام البيت وهتلاقيني انا كمان مستنيك فيها. بنفسي. بسرعه يا بيبي. باي.
تاني. يلا يلا يا دادي. ايه الحلاوه دي؟ دادي اوعى تكون زعلان مني، لو في حد له حق انه يزعل. اتفضل يا دادي. يا بركة، يا قمر، يا أهلا وسهلا. أنا عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة خالص، وبكرة هيكون لنا كلام مع بعض. معاك مزتين أهم بألف هنا، وتحت أمرك في كل اللي تطلبه. بس أنت يلا بقى شد حيلك، عندك التليفون اللي هناك دوت، تتصل في أي وقت وتطلب اللي أنت عايزه، كله تحت أمرك. تخلوا بالكم منه وتحطوه في عينيكم. ده دادي. بالنسبة للمدام، انا عايزك تطمن، هي في امان الامان. تصبح على خير يا دادي يا عسل. طيب وبيحبك، سيجي عليك حبيبك المصطفى تنجيه يا رب. يا
انا ما مصدقاش انك اتجوزت. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليكي. خايف عليا من ايه؟ ما تاكلي. حاضر. ما تاكلي. ما انا باكل اهو. بعدين خلاص هاكل. هتفضلي قاعده بصالي على طول؟ او زيه يبقى شبهك. ايه انت حبله من خشمك لباب السماء؟ نفسي فؤاد ويبقى شبهك. وانا نفسي كل اللي ربعت ربنا خير. كن بصراحة ما بيعجليش ولد. ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجة خالص؟ طب ايه رأيك بقى تاكل دي من ايديا؟ Thank you.
تروق؟ الأكل زي ما هو وقاعد في الأرض، ما خدش شاور ولا أي حاجة. حتى مرته يا باشا ما كلتش. ما كلتش. أنا هتصرف. صباح الخير يا شيخ دادي. ها قولي نمت كويس؟ طبعا ما انا لازم اطمن عليك عشان الشغل بتاعنا يطلع مية مية. اسمع بقى، الكلام اللي هقوله ده كلام مهم. كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش التورته. انا ما اخبيش عليك، حاولت احفر بس ما جاتش فايده. وهنا يجي دورك انت بقى، انت اللي هتقول لي احفر فين، وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانية. هو لسه في دنيا تانية؟ طبعا دنيا كلها عز ومتعه، تاكل اطعم والذ اكل، تلبس اشيك لبس، تسكن في افخم قصر. انت مش عندك كل الحاجات دي، عايز ايه تاني؟ عايز باقي تورتة. مش هستنى عليك كتير، ولا عايزني كل يوم ابعت لك صباع من صوابع شربات؟ اسف، قصدي من صوابع المدام. يفكرك يعني ونشاطك براحتك. الليلة هنكحت. الله عليك، عسل النبي برضه عسل. نطلع اسيبك براحتك. الحلاوة دي عندنا احنا. نجيك يا رب، يا رب نجيك يا دالي. انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى.
تعالي. انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى. خلاص عزم براحتك، احنا هنا كلنا في انتظار وخدمة معاليك. النار اللي ولعتها ما هتعرفش تطفيها. لا نار ايه ده، انت حبيب قلبي يا دادي. اتفضل. انا عايزكم بقى توضبوا لي احلى جو خيالي هنعيش فيه انا وانتوا وداني وبس. عمرك يعني بيه. شو قلتلك علي النعمة هعيشك في دنيا تانية. ما ترمي البتاعة اللي في ايدك دي. جهز لك كل حاجة لو عايز تهد جبل المواطن. احنا جاهزين. مرتي ترجع بيتها قبل ما نمشي. مرتك هترجع بيتها بإذن الله بعد ما ترجع بالسلامة ومعاك المطلوب. ايه وعد؟ وعد. يلا يا رجالة. يلا يا دادي. دادي يلا بقى ورينا الهمه بايدك المبروكه الحلوه دي. انت مش هتاجي معانا؟ ماشي. انا بصراحه ضلمه وعقارب وتعابين ما تلاقينيش. هستناك. دادي تجيب العرايس وتيجي. 5 مليون عدا ونقدا. وقتي. انطلق يا عسل.
يكحتوا هنا. بسطوة جبروت قهرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك أسألك يا الله، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكر من مكر بي عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها. حاميم 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 حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل إلهي، الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. اكحتوا عند الحجر ده، هتلاقوا تعبين وحيد. أيوه 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 لو خطيت برجلك لو خطيت برجلك برا العربية الحياة والعجارب هتلزعك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا ما حسيتش بيك لما دخلت العربية، يعني كلها مسكره فول اوبشن، اعتبرني غريب وما اعرفكش، والغريب اعمى ولو كان بصير. انا قابلت مشايخ كتير بس انت حاجه تانية. وانت كمان حاجه تانية. طب عندي سؤال. يدك هم رجالتي كلهم ماتوا؟ العلم عند الله. العمال هم كمان ماتوا؟ طب دول ايه ذنبهم؟ ناس على باب الله طالعه تسترزق، عملوا ايه غلط عشان يحصل لهم ده؟ وانت راجل بتاع ربنا ما يرضكش. اللي طلعهم في انصاص الليالي عشان يكحتوا من اعمالكم سلط عليكم. ما كانوش بيعملوا حاجه غلط ولا حرام يا شيخ، هم كمان ماتوا. العلم عند الله. طبعا
ضروري. وانا يا شيخ هموت؟ هتشوف اللي مكتوب لك. اطلع اطلع. بص بقى يا شيخ خلف، عينك على الطريق. وانت لو فاكر ان انا بتهوش، انا ما بتهوش. انت لازم تعرف كويس. تعرف تكتم ولا مستعجل على عمرك؟ لو حد اتحرك هقتله. عارف انا لو حصل لي حاجه مش هتخرج لا انت ولا مراتك من هنا غير جثث. يعني الشربات فين؟ انت قول اللي خلص عليك. انت عصبي كده ليه؟ حاضر حاضر، رايحين لست شربات. قلني على الطريق. ها عندك يا ابني، محدش يتحرك.
خايفة من ايه؟ خايفة لباشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحياتي من تاني. انا كنت دفنته من سنين. بعد الشر عليك. خير يا حاج؟ في حاجة؟ شوية مية. حاضر. تفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حد عيان؟ احمد يخف بإذن الله. يسمع من خشمك ربنا يا حاج. ايه يا حاج؟ واخوه حسان ده مسافر عايزه في حاجة؟ هيرجع قبل اجازته؟ عشان هيرجع ميت. يا مري غور غور يا شمية وش النحس غور بقى العيان هيخف والسليم هيموت. دي ارادته. ليه بتخافوا من الموت؟ غور جاتك غارة. اوعى تركب العربية دي يا ابوي. ليه يا ولدي؟ العربية دي هتنقلب باللي فيها. ليه يا ولدي؟ مش مصدقني؟ هتنقلب باللي فيها. غور اللي عاوز يعيش ينزل العربية وسيبوني اركب. غور صدقوني العربية دي هتنقلب باللي فيها. الراجل وقع من طوله. يا إله إلا الله. قوم يا عم الحاج حد يجيب لنا بصرة نشممها له أو شوية مية نفوقه بيه. الحمد لله ده لسه فيه نفس. لا حول لسه الله. عايش. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوم يا عم الحاج ده باين له طب من قلة الأكل. المية فوق يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لسه عايش. قوم يا راجل قوم خلعتنا عليك. كله يروح الحال. كملوني. قوم يا راجل على مهلك يا عم الحاج على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم على مهلك الحاج. لا إله إلا الله وحد الله يا حج. ما تعملش في نفسك كده مالك. يا حول الله. خد اشرب. اه لا حول الله. طب انه عنده لطف ده ولا ايه؟ يا عيني يا عيني.
ساكن دروبها الضيق توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي ما هو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله اياب وشين وانت حصيف وغشيم ده مقام سيدي عبد الله بن ابي جمره سلطان المشرق والمغرب لا يقف على قبره شقي او عاصي الوالدين ما لك يا والدي الحمد لله تعال تعال يا ولدي تعال كريم ايه؟ خلف الله عاشت الاسامي يا شيخ خلف الله انا اخوك في الله بكري خادم هذا المقام وده مقام سيدي احمد ابن عطاء الله السكندري جه من الإسكندرية عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله تعال يا ابني تعال اقعد وتبارك بالمقام عقبال انا ما اعمل لك لقمه تاكلها مش عاوز اكل طيب اجيب لك حاجه تشربها مش عاوز اشرب انا اخوك في الله بكري خادم هذا المقام وده مقام سيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري جه من الإسكندرية
عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله. تعال يا ابني تعال اقعد وتبارك بالمقام عقبال انا ما اعمل لك لقمه تاكلها. مش عاوز اكل. طيب اجيب لك حاجه تشربها؟ مش عاوز اشرب. ليه يا ابني بس؟ انت شكلك تعبان قوي. براحتك يا ابني براحتك. دعيتي وربنا ان شاء الله هيستجاب لدعائك. هجي يا بنتي ان شاء الله. هجي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
لسه ما فاقش يا شيخ بكري؟ لسه يا بنتي. طب ما نجيب له دكتور او حتى نوديه المستشفى. هو اللي زيه محتاج، ربنا يدينا من بركاته. هو اسمه ايه؟ اسمه خلف الله، الشيخ خلف الله. يا بركة محمد اهو، يا بركة ربنا شفاه ببركة دعاك، عقبال ما يتم شفاك على خير يا رب يا رب يا رب. أمنتك أمانة يا شيخ بكري، أول ما يفوق ابعتلي إن شاء الله الفجر. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ خلف، على فين؟ ده انت يا ابني بقالك 4 ايام رائد هنا، لا شربت بق ميه ولا كلت لقمه. انا هروح اجيب لك ميه. لا ليه؟ لا عايز اكل ولا اشرب. طب تعال تعال ارتاح، تعال. سامحني يا رب، مش قادر، تعبت تعبت يا مولانا. انا خلاص مش قادر اجري وراك، وفي ناس مأمنني ليك رسالة. الطفل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه، وبعدين انت لسه ما طبتش. هملني انت ما تعرفش انا ايه. انا زي ما تكون الشياطين لبست جدتي وسرقت روحي. مش من حق ادخل بيوت ربنا ده النساء. انت الارض اللي تخطي عليها تبقى ارض خير تباركها. وبعدين شياطين ايه دي بس اللي سكنتك؟ ها ده انا شفتك بعناية دول وانت غايب عن الدنيا وسارح في ملكوت الله. دعاك كأن السماء كلها كانت بتدعي معاك. تقوم تقول لي ان الشياطين سكنتك
لو كنت كده زي انت ما بتقول ما كانش العيل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان، ده يبقى جواه خير وخير كتير كمان. لا الشيطان بيلعب بيا، خليني مش قادر اقرب من حد ولا خلي حد يقرب مني. على فكرة انا مش عارف ليه مديت يدي للواد. عشان ربنا عايزك تعرف النعمة اللي مديها لك. نعمة ايه؟ البصيرة. اللي يعرف الحاجة قبل ما تحصل يبقى ربنا اداله البصيرة، بس القدر مكتوب. يمكن معرفتش تعمل حاجة لولادك ولمراتك، بس تقدر تعمل لغيرهم. أعمل لهم إيه؟ عذبهم أكتر ما عذبتهم؟ هملني. تعال يا ابني، تعال تعال اتسند عليك، أنا مش قادر أجري وراك. تعال خد بيدي، أنا مش قادر. شيخ بكري يعني. أنا عايز أفوتك وأمشي لأني ابتديت أحبك، وخايف يحصل لك اللي حصل لكل اللي بحبهم. تعال يا مولانا، تعال اسمع مني يا ابني، وإن ما عجبكش كلامي كأنك ما سمعتوش. اقعد اقعد ارتاح، اقعد. انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوه في الخير اداك برضو قوه في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. انا عايزك يا ابني تشوف الناس، تشوف غلبهم وشقاهم وجريهم ورا لقمة العيش، تشوف ضعفهم. وعلى قد ما هتشوف كل ده على قد ما هيفيض الخير من جواك. اقف جنبهم، اديهم من قوتك وعافيتك. اديهم ايه يا شيخ بكري؟ انا جوايا نار، نار ما تطفيش. انت يا ابني ربنا اداك نعمة وحيسألك عنها يوم القيامة عملت بيها ايه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير اليهم، اولئك هم الناجون من عذاب الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله. يا ريت نقدر اكون منهم. تقدر طول ما الخير جواك هتقدر. والشيطان ده اللي مخوفك ورعبك كده امره بيدك، والخير كمان امره بيدك، وانت اللي هتختار أي طريق هتمشي فيه. أنا خايف يا سيدنا. طول ما فيك نفس داخل وخارج الخوف هيفضل جواك، مش هيحميك منه إلا عملك الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. طول ما أنت عايش الشيطان حيغريك وحيفضل يخيلك ويلعبك، بس أنت
اوعى تضعف او تستسلم، اتمسك بالايمان، اتشعلق في حبل الايمان، اتمسك بربك، برحمته وبقدرته وبمغفرته. خايف ما اقدرش. هتقدر بعون الله. ادعي لنا بقى ان ربنا يحسن ختامنا ويسامحنا ويرحمنا. السلام يا ابو عمو. السلام عليكم. ايوه حسن. ايوه يا اخوي حسن. الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. مالك؟ ايه العمل فيك كده؟ نحمد ربنا. مش هتقول لاخوك ادخل ولا ايه؟ خش يا اخوي. اتفضل اتفضل يا اخوي. يا بنت يا بيسي، يا بنت يا فاطمة، عمكم جه يا بنات. يا عم الحق، أبويا بيقول عمي. تفضل يا حسن. يا ألف مرحبا. الله يرحب بيك. ليه كده يا أخو؟ تعملها تعملها برضو، اتهمل الدنيا كلها كده ولا حس ولا خبر عنك. إرادة ربنا. تعالوا سلموا على عمكم. ازيك يا عم؟ ازيك؟ ازيك يا عم؟ ازيك؟ دي فاطمة ودي المزغودة بيسي. بس انت ما شفتهاش يا ولد ابوي. انت هجيت من هني وهي شرفت. هجيت؟ ما تاخذنيش يا ولد ابوي، زلت لسان. روح يا بنت شوف امك فانية خرارة وقولي لها تذبح لعمك علشان يتغدي. حاضر. مالها مدر ما عرفش كده ليه؟ ما عرفش يا اختي. جري يا بنت من هني. معلش يا اخوي، عيلة ما تعرفش يعني. ما تشغلش بالك، البيت حيطانه زي ما هي والفرش زي ما هو زي ما ساب ابونا. والله يا ولد ابوي الدنيا ضاقت لحد ما قربنا نتخنق. انا بعت الارض كلها على عيا بنت الكبيري ولا نفع، بس الحمد لله جاها عدلها واللي شال ربنا يعينه. اللي شال لسك بالراوي يا حسين. لازم تيه الحديث الماسخ ده يا ولد ابوي؟ براوي ايه وكلام فاضي ايه؟ انت هتخربط في الكلام ولا ايه؟ لا معلش يا اخوي، زلت لسان. الله، ده انت هتتمقلد علي يا عاد. الله، هتمقلد عليك ليه؟ انا توحشت البلد، لما وصلت قلت عدي على اخوي، مش دي الاصول؟ كلك واجب يا اخوي، قوم انت اغسل وشك لحد ما الوكل يطيب، واجيب لك جلابيه تلبسها بدل المطربه دي اللي جايبيها من السفر. لا، ما تتعبش نفسك، انا ماشي. ده اسمه كلام برضه يا ولد ابوي؟ ده انا كنت فاكرك هتقعد يومين معانا ولا حاجه كده. يومين؟ ما تخافش، يومين هقعدهم عند عمك. السلام عليكم. سلام يا ولد ابوه، خلي بالك من روحك او تبقى حتى تعرفنا مكان مطرحك. يا عم غور، عريتنا منك لله. سلام يا اخوي. يعني خلاص مش قادرة تمسك لسانك اللي عامل زي العقرب دي لحد ما يمشي. بلا خوتي. ليه؟
حسن. لا لا والله ما انت قايم يا عمي، والله والله ما انت قايم. حسن حسن، سلامات سلامات يا غالي، سلامات يا ابن الغالي. الله يسلمك. أحمدك يا رب، ربنا طول في عمري علشان عيني تنظرك قبل ما أموت. بعد الشر عليك. الحمد والشكر ليك يا رب. ربنا يطول في عمرك. زي ما أنت بخيرك يا غالي. زي ما أنا كيه. أنا اللي عملته فيا السنين اللي فاتت خلتني مش أنا. وشك زي البدر، زي أبوك الله يرحمه. فاكر دي شجرة أبوي الله يرحمه؟ كان يحفظك القرآن تحتيها، وانت ما شاء الله حفظت القرآن كله قبل ما تدخل المدرسة. نقرأ الفتح على روحه وروح أموات المسلمين جميعا. سايبه يروح لعمك عشان يملى راسه ويوقف نفسه مننا، ولا عشان يفتح لنا ابواب اتقفلت؟ يعني كنا ناقصين جيته؟ عندك حق يا مرتي. طليت على اخوك؟ ايوه. انا ما قادرش ادخل البيت بعديك ولا بعد المرحوم ابوك. البيت راحت منه البركه. البركه هتروح فين وانت لسه حسك بالدنيا؟ صدقني يا ولدي، انا كنت ادخل البيت اشوف طاقه نور منوره البيت كله. صح، ما يقعد على المداود غير شر البقر. اه السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اقعد يا اخوي، مد يدك. الوكل محطوط في البيت عشان اخوي. انا ما مليش عينك ولا ايه يا ولد؟ اخوك هياكل اهو، والمحمر والمشمر خلي مراتك وعيالك ياكلوه. ما قصديش يا عم والله، اجعل بيتك دايما مفتوح لي انا واخوي. ولد ابوي فرشت لك الاوضه اللي قبليه. اخوك حيفضل قاعد عندي في البيت يجدها بركه، وانا شيعت لولد عمامك على تنييج يسلموا عليه ويستباركوا بيه. أنا اللي بستبارك بيكم. تقعد يا حسين، هتفضل واقف كده؟ لا خليك براحتك، أنا جيت بس علشان. جيت لوحدة؟ والله ورثك اللي جلس لك. ها؟ قل لها حسن قاعد في بيت عمه، يعني بيته. كتر خيرك يا عم، اقعد براحتك وفرشتك جاهزة في أي وقت يا ولد أبوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله يا أخوي. استغفر الله العظيم من ده واد. ربنا يزيح عنه ويفك كربه. ده مكروب ده؟ ده يموت ولا القرش يطلع من كمه. هو في كرب أكتر من كده؟ صدقت يا ولدي، عندك حق. حسن، عايزك تبني لك بيت جاري هنا. وايه فايدة الحيطان اللي هنبنيها؟ كتر خيرك يا عمي. لا، ما انت ما هتهمنيش تاني. انا ما صدقت لقيتك. خلي البركة تحل ولا مستخسرها في عمك يا ولد. حسن، ما حدش هيغسلني ولا يقرا على قبري غيرك. حسن، ليه تحملني الامانه الواعره دي؟ بعدين ما حدش فينا هيعرف مين هيسبق التاني. عادي ربنا يطول في عمري لحد ما اشوفك مرتاح زي زمان يا ولدي. الدنيا ما ضاقتش يا حسن، ورب عشية يا رب بكرة.
اتجوز يا حسن، اتجوز، خلينا نفرح بعيالك وسطينا. ربنا يقدم اللي فيه الخير. آمين. ربنا يصبرك ويعوضك ويهون عليك. انت طول عمرك مع ربنا، والمؤمن من صاب يا حسن. ايوه المؤمن متصاب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصطرها معاك يا ولدي، اللهم احفظك من كل سوء. السلام يا حسن. بس تهم بسرعه وحياة ابوك. هم هم شويه وحياة والدك. ولدك شايف الاشاره يا عمنا، احنا كل يوم في الهم ده. البلد دي ما بقتش تهدى لا ليل ولا نهار. هي الساعة عدت 8 والخلق كلها في الشارع، والله بفضل في الزحمة دي لبعد 12 وساعات لوحدي. معلش أنا هنزل هنا. صبرك بس، هي فتحت. خد. دي وقفة تقفها، أنت غبي؟ أنت اللي غبي، أنت اللي جاي من ورا وخبطتني، وحياة أمك ما هيسيبك إلا هتسمع. والله لو أوريك بجد الكعب الاسم ده انت مش تطلع منه اساسا. حاسب يا ابني الاسم ده اساسا انت مش تطلع منه. جايبك شاهد يا عمنا، انت شايف الاول؟ شوف الافتراء بتاع البنادمين، شوف الافتراء بتاع البنادمين. يلا يا خيلة قوم اتنازل عشان تروح. اتنازل ليه؟ انا هعمل تقرير في المستشفى وراح ارفع عليه قضية، انا مناخيري اتكسر. بقول لك ايه؟ خلص، هو مش هيدفع اكتر من دول. كام؟ 200 جنيه. قوم يلا. وانت يا خيلة تعال امضي هنا يلا. معلش يا باشمهندس، كتر الف خير، لو لا ما كنتش طلت ولا ربع جنيه. دي ناس مفتريه. قدر الله وما شاء فعل. رايح فين؟ والله لا يمكن، لازم اوصلك. انت كنت هتيجي هنا ازاي لوحدك؟ دي حته تلبش الجد، ولا يمكن تكون ساكن هنا. نزلنا عند الجامع ابو مده منوره. ماشي. بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، ليلي. صدقتنيش ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تقولش. عين يا عين يا عين، عين يا عيني ويا عين. يا
ليه؟ ليه شيخ بكري مات الموتة دي؟ ليه؟ عشان ما سمعنيش، ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النذور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقول ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته. انا اللي قتلته. بحسبك يا زمان ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسيره يكن. علي نعم الناس دي تجننها، الراجل ده لو وصله حد هناك مفيش يقف معايا في الاسم وفي الاخر يقتل عشان كام؟ ده كاتبين انه لاقي معاه 5000 جنيه وشوية فكة. ليه؟ ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض. تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله. هعرف اللي حصل وبقول لك. انت اكيد اتجننتي، انت لسه هتدوري على اسمه شيخ خلف ده؟ الله، مش جوزي؟ جز رقبتك يا شيخه. انت ما شفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه؟ ولا عايزاه يولع فيك انت كمان؟ يولع فيا ليه؟ انا مراته واقفه جنبه وهوكله محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننتي ومفيش فايده. الو؟ ايوه يا متر، انا عايزاك ضروري. سين، ايه صلتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل كان دافعك لقتل المدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟
لو انت فاكر ان سكوتك ده هيخفف عنك العقوبه تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد ما فيش غيره، هو الاعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا انا مش مجنون، انا مش مجنون. ما انت نطقت اهو. طب قول لي بقى، قتلت المجد عليه ليه؟ ها؟ وعرفته فين وامتى وازاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت اليه من اسئله، ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي امرنا نحن وكيل نيابه الخليفه استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق وإيراع التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره ان هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي، ما وكلتش محامين يدافعوا عني. انا اللي قتلت الشيخ بكر وقتلت كريمة. كريمة مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربات. لا، دول حركتهم، هو قتلته. اعدموني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم، انا اللي قتلته. خدوا يا ابني من هنا، خدوا على الحبس. انا اللي قتلته حركتهم وقتلتهم. يحول المتهم الى الكوميسيون الطبي للكشف على مدى قواه العقليه. انا قتلته وحركته. اعدموني، ارحموني من العذاب اللي انا فيه. ابعت يد الاشاره دي بسرعه، خليهم يجي ياخدوه لحسن يعمل لنا مصيبه. تبين انه مجنون. كله تمام يا فندم. ودوه مستشفى المجانين. هما الناس دي اخرتها محببة، يا يتجننوا يا يتقتلوا يا يتشلوا. عارفة ليه؟ عشان بيعندوا ربنا وبيحطوا ايدهم في ايد الجن، لازم تبقى اخرتهم وحشة. مادام انت عارفة كده جبتيه يعالجني ليه؟ جوزتيني ليه؟ دلوقتي بس افتكرتي ان هما بيعندوا ربنا؟ انت هتروحي مني يا بنتي؟ افضل ساكتة اتفرج عليكي؟ ده انا وديتك بدل الدكتورة 10 ومحدش عارف لك علاج. بس الشيخ خلف هو اللي عليك. ايه الاخبار؟ وقت جديد يا سيدي، قاتل ومعترف. شفته؟ خليت عوض اداله هيدول يهديه شويه. مهندس زراعي؟ تبقى ادفع عاصي انت فيه يا سيدي براحتك. سلام. وايه كمان يا سيدي؟ لا حول الله يا رب. مهندس زراعي قتل وبهدف السرقة. الله عليك يا عوض. أنا لمحتك داخل من العنبر قلت ألحقك بفنجان القهوة المتين. أنت أستاذ، قول لي أخبار الحالة اللي جت دي. ده كل اللي قلنا كوم وده كوم تاني خالص يا دكتور. ده كان هايج عامل زي الطور اللي مدخلينه يعني السلخانه لا مؤاخذه. دكتور اشرف كشف عليه؟ رافض يا دكتور انه يتكشف عليه، ومصر انه عاقل ومعترف بجريمته. طيب لما يصحى ابقى ناديني، عاوز ادردش معاه شويه، افعصه على راي الدكتور اشرف. تحت عمرك يا سعاده الدكتور. Thank you.
مستنيين لما اقتل مين كمان؟ اقتل مين كمان؟ الحق يا دكتور، حسن هيج على الاخر. ايه؟ ده المفروض 3-4 ساعات على الاقل بعد المهدئ. تعالى ورايا. جهز الالكتريك تشوك بسرعة بسرعة يا رب. أنا عايز أأكد لسعادتك إن مش ممكن يكون قتل ويقتل عشان إيه؟ عشان يسرق. ده سعادتك حاطط 300,000 جنيه وديعة في البنك بيكفل بيهم 3 أطفال عندي في الملجأ، عبد الرحمن وشيماء وعبد الله، وهو اللي سماهم على أسماء ولاده الثلاثة اللي ماتوا. واضح إنك تعرف المهندس حسن من زمان. الحقيقة من 7 سنين بعد الحادثة اللي راح فيها مراته وولاده الثلاثة. والحادثة دي حصلت إزاي؟ اللي سمعته سعادتك إن أنبوبة بوتاجاز انفجرت والنار مسكت في البيت وخدت مراته والتلات ولاد. وحسن ما كانش معاهم وقتها؟ لا سعادتك، بس لما رجع لقى النار ماسكة في البيت، حاول يرمي نفسه وسط النار عشان ينقذ مراته والتلات ولاد. الأهالي حشوه بالعافية. قعد فترة طويلة قوي بعديها لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، وفجأة باع المزرعة وجاء عندي الدار وطلب إن يكفل 3 ولاد وحط لكل واحد فيهم في البنك وديعة ب100,000 جنيه واختفى بعدها، وما سمعناش عنه أي حاجة لغاية ما قريت الحادثة في الجرنان. معقول سعادتك واحد زي ده يقتل وعشان إيه؟ عشان يسرق صندوق نزور. معقولة ده؟ هنعرف، إحنا لسه بنحقق. طبعا دي بديبرسيف، حالة اكتئاب عميقة، بيرفرانس وسايد، ميل شديد للانتحار. كشف التقرير الطبي أن الجريمة تمت فيما بين الساعة 8. إزاي ده؟ ده الحد 10 كان معايا في القسم. خلاص روحوا الكلام ده في النيابة. أنت تعمل خلاصك قدام ربنا، مالكش دعوة بالباقي. يا حسن ما تصحصح بقى كده وفوق يا راجل. لازم تفوق بقى كده وتاكل عشان نخرجك من اوضه الفيران دي. ايوه كده، انت لازم تتحرك، مش هينفع تفضل نايم كده على طول، وبعدين لازم تاكل. ما تسيبوش الا لما ياكل، وخده يتمشى في الجنينه شويه. يلا يا ابو علي، مش بيدلعوك ويقولوا لك يا ابو علي برضه؟ يلا يا ابو علي، كل الزبديه دي. لا اسمع الكلام بقى وكل. لا كده ما ينفعش يا ابو علي، كده هنعلق لك محاليل وناكلك بالعافيه. قول يلا. السلام عليكم يا عم. تعال هنا يا ولد،
عايز ايه؟ اباي انا جاي اطمن عليك، كفرت يعني يا عم؟ وديك اطمنت، خلص. طب سلام عليكم يا عم. تعال هنا. مرتك كانت عايزه ايه؟ ما عايزاش حاجه. امال مالك عمال تهرب كده في ايه؟ حسن يا عم. ماله يا ولد؟ جادي الطريق لا صديق ولا حتى بلت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريح. يا زماني لا يا مدام، حالته ما تسمحش بالزيارة دلوقتي. يعني ايه؟ انا جايبة تصريح الزيارة بالعافية يا دكتور. انا مش هتكلم معاه خالص، كل اللي انا عايزاه ان اشوفه ويشوفني، يعرف بس اني جيت. طب نستنى بس اليوم او اتنين لحد حالته ما تهدى شوية، وانا بنفسي هتصل بيكي. احنا لغاية دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحلة العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص، هو ما خدش غير جلسة واحدة لغاية دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوفه. يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي، احيانا الصدمة بتتسبب في فقدان للذاكرة مؤقت، ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. قفلت كف عليكي يا دنيا وضمنتك، فتحت يدي لقيت الوهم في كفي، اقع وقف واتكفي يا دنيا معرفتك، كل ما جيت شموعي انت بتطفي. طب يلا قوم فز، روح لعيد، خليه يجي بعد الفجر ياخدنا. ياخدني؟ ياخدنا على فين؟ ندور عليه. بقول لك سرق وقتل يا عم، انا عارف انه دي اخرته، واللي هاجج على طول يا عم لازم يطلع. انت هتعمل اللي اقول لك عليه؟ والله روح انا من سكات. لا يا عم، لا انت تروح ولا تجي، احنا مش عايزين فضايح اكتر من جديد. كل اللي همك الفضايح، ما همكش اخوك بريء ولا لا؟ انا عارف متوكد انه ده هيحصل له يا عم. يا واد يا واد، اخوك طول عمره مع ربنا، اتقي الله في اخوك. يبقى ربنا يتولى برحمته يا عم. سلام عليكم. غور زبادي وعسل. ايوه ماشيه معاك مربى. جبتك يا ابويا وتاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله. والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءه عدل، ولا يهمك تقول انت ومالكش دعوه بينا. كمل الدور. انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم، انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عايزين نقتل الكام كمان عشان تهجموني؟ مش عايزين، بس سيبني ابوس ايدك. سيب رقبتك، ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم، عايزين نقتل كام كمان؟ احنا لغاية دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحلة العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص، هو ما خدش غير جلسة واحدة لغاية دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوفه.
يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي. احيانا الصدمه بتتسبب في فقدان للذاكره مؤقت، ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. زبادي وعسل. ايوه ماشيه معاك مربى. امسك يا ابويا تاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله. والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءة عدل، ولا يهمك كل انت ومالكش دعوة بينا. كمل الدور. انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم. انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عشان نكتي الكعب كمان عشان تهدموني. مش عايزين بس سيبني ابوس ايدك. سيب رقبته ربنا يخليك. انت مش مصدقني. مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم. عايزين نقتل كام كمان عشان تهدموني وتخلصوني. اهدموني وخلصوني. اهدموني وخلصوني. الحق يا دكتور. ايه في ايه؟ حسن الماء متعوض. ازاي ده؟ اهدموني وخلصوني. كتر خيرك. اهدموني وخلصوني. اهدموني وخلصوني. ايوه زي ما بقول لسعادتك، كان معايا من حوالي الساعه 7، كان راكب من الجيزه وعايز يروح الامام، ورحنا اسم عابدين ومعمول محضر هناك، وفضلنا في الاسم لبعد الساعه 10، وانا اللي وصلته المدافن بعد كده، وقبل ما وصلته كان بقى بعد 11. هو يلف لي يومين ثلاثة ويعاود، يعني هو صغير عمي. Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن لا أشهد أن محمد حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر والعزة والدوام انت بتدور على حد هنا؟ ايه تعبت يا ولدي رجلي ورمت من كتر اللفه كل ما اسال عليه في جسمي يقولوا لي مش هنا انت بتدور على ابره في كوم جش اسمه ايه يا حاج؟ اسمه حسن حسن عبد العزيز ابراهيم ايوه بيقولوا انه قال ايه انه قاتل مكتوب في الجورنال كده قتل وسرق والله العظيم ثلاثة ما يعرف يقتل فروج حتى ربنا يخلي بص لك عليه يا حاجتي دلوقتي طب بقول لك خلاص يا حاج خلاص الدواء سامحني يا عوض أزيدك وأنت مالك يا الزم مسامحك بس خد الدواء عشان تخف وتبقى كويس ماشي؟ ماشي هات الدواء سامحني يا عوض العسل على الزبادة هحط لك مربى النهاردة آه يا زمن آه كملها البلد والجاموستين بس يا عوض ها ايه الاخبار فل الفل ده صاحي حاجة تانية خالص انا خايف يا دكتور احسن يكون عنده شيزوفرينيا لا ده بعيد خالص عن الشيزوفرينيا المهم فطر بالعافية لما دق الزبدية ربطت له ايده وسبته طيب انا رايح له تعال معايا اتفضل سعادتي ايه يا عم حسن ايه مش هتفضفض بقى وتقول كل اللي جواك على فكرة أنا بسمع كويس ومش عشان أكتب تقرير في حالتك لأ أنت حالتك بالنسبة لي واضحة جدا أنت بتتمتع بكامل قواك العقلية ويمكن أحسن مني كمان
بعدين بصراحة بقى حكاية إن أنت قتلت شيخ الجامع عشان تسرقه دي مش داخلة دماغي. تهيألي كان في حاجة تانية بينكم. هو استفزك فأنت قتلته. ودلوقتي أنت مش قادر تتحمل الجريمة اللي أنت عملتها فعايز تنتحر. لا. ما هو أنت لازم تجاوبني. على الأقل عشان أكتب في تقريري إنك عاقل. وإنك تستحق الشنق كمان. مش هو ده اللي أنت عاوزه؟ شيخ الجامع اللي أنت قتلته استفزك في إيه وخلاك تقتله؟ بلاش كده. هو كان يستحق القتل. الشيخ بكري ده كان ملاك. كان نور ماشي على الأرض. طيب ما دام نور وماشي على الأرض قتلته ليه؟ طب انت كنت عايزه يتقتل؟ نبهته، قلت له ما صدقنيش. نبهته من ايه؟ مني. هو انت انا نحس على كل اللي بحبهم. يا عز على المجروح يقول مجروح يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تهنش. لا يا دكتورة، اللجنة هتجتمع يوم الخميس الجاي ولازم التقرير يكون معاها. معاك اليوم الاثنين. سلام. ها فعصته؟ مش قوي، في ضلالات سمعية وبصرية. ايه اللي خلاك تقول كده؟ شايف نفسه شرير، بيقول انه قتل ناس كتير ولسه هيقتل ناس تانية لو ما عدموهوش. انت حاطط في اعتبارك انه طبعا بيمثل وعايزنا نمشي وراه في السكة دي. يعني بيطلب الاعدام علشان ياخد البراءة؟ العكس، ده هو عايزهم يعدموه فعلا، عاوز يخلص من عذاب الضمير. بس اللي مش مريحني حكاية انه قتل شيخ الجامع عشان يسرق دي. هو التقرير بتاع المباحث ما وردش فيه طبيعة العلاقة اللي كانت بينه وبين شيخ الجامع ده؟ ده هما بالنسبة لهم ريحوا دماغهم. اتقبض عليه متلبس ومعترف بالجريمة وكده تبقى القضية خلصت. حسن، أنا قفلت الباب وهفكك بإيدي. لو أنت بقى عاوز تثبت إنك شرير وتقتلني أنا هو يا سيدي قدامك. اقتلني. وحكاية الشيطان اللي خلاك تعمل كده دي عادي، ما الشيطان برضه هو اللي خلاني ارجع للسجاير بعد ما بطلتها. عارف انا بطلت السجاير ورجعت لها كام مرة؟ اكتر من 10 مرات. انت بقى شيطانك هو اللي خلاك تقتل. انا كنت خلاص طلعت. طلعت؟ طلعت من ايه؟ من الدنيا. مت؟ محدش اتمنى الموت زي ما انا ما اتمنيته. سنين طويلة بجري وراها بس ايه الفايدة؟ لا حياتي بيدي ولا موتي بيدي. وموت شيخ الجامع كان بإيدك؟ موت الشيخ بكري زي كل حاجة حلوة ماتت في دنيتي ومش هترجع. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان.
قلت لك يا شيخ بكري انا ملعون، ما صدقتنيش ليه؟ ما صدقتنيش ليه؟ سيبني سيبني، لا خلاص لا عايز اتحدث ولا عايز اي حاجه. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك عشان يعدموك، ده برضه اسمه انتحار. يعني عايز مصيرك يبقى بايدك مش بايد ربنا، وبكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعملها مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح؟ روق يا ابو علي روق، وخليني يا سيدي ادلعك شويه. انا هكتب لك على مهدئ دلوقتي علشان تعرف تنام، وبكره ان شاء الله هيكون لينا كلام تاني. انا واثق ان انا هقدر اساعدك، بس عايزك انت كمان تساعدني. انا عايزك تحكي لي كل حاجه عنك، اتفقنا؟ تصبح على خير. اديله هالدور وخلي عينك عليه، انا سايب ايده مفكوكه. ما هو كده ممكن ينتحر ويجيب لنا مصيبه. لو كان يقدر ينتحر كان انتحر من زمان. ما هو يمكن دلوقتي يقدر يا دكتور، وما قدرش يموت روحه هيموتني انا. مش هيحصل حاجه من دي، بس انت برضو خليك صاحي. وانا هيجيني نوم ازاي الليله دي يا دكتور؟ طب ما نربطه للصبح. عوض، مش هنجادل، اسمع اللي بقولك عليه. اللي تشوفه يا دكتور. اسمع الله لا يسيئك، خلي عينك عليه لغايه ما اروح اجيب له الدواء واجي. اوعى تتعتع من هنا. بعدين معاك يا زمان بحسبك يا زمان، ممكن تراعيني أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن أنا متلع عندك معايا لم تراعيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسيركن. أنت ليه متأكد إنه بريء؟ وإنه ما قتلش؟ مع إنك ما تعرفش عنه حاجة، محدش يعرف هو كان عايش إزاي، بس اللي أنا متأكد منه إنه حالة مش سهلة، وإنه محتاج تركيز جامد. ايه اللي واخد عقلك؟ اشرف، حسن ده محيرني يا سيدي. البلد دي مليانه من حسن ده كتير قوي، ما تشغلش دماغك. شوف يا وهبه، ما حدش عارف بلدنا دي بقت ماشيه ازاي. تصبح على خير. سلام. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك علشان يعدموك، ده برضه انتحار. يعني عايز تخلي مصيرك بايدك مش بايد ربنا، وكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعمل كده مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح؟
بتتحدد صح. ياسمين. نعم يا ماما. انت برضه رايح المستشفى؟ ايوه. يا بنتي انت مش قلتيلي ان الزياره ممنوعه؟ هطمن عليه، يمكن اقدر اعمل حاجه. هتعملي ايه اكتر من المصيبه اللي انت معيشانا فيها؟ كان يوم اسود يوم ما خالك بعد جابه. مش وقته يا مامي الكلام ده، عن اذنك. والله لا اكلم خالك يجي يشوف حل معاكي. ابعتيله عشان يروح للسرايا يقرره، يمكن يعرف منه مكان كنز تاني. هو انكل بيفكر في حاجه غير في الذهب؟ سيبيني يا ماما، سيبيني في اللي انا فيه. ولا في فايده، ولا كاني قلت لها اي حاجه اصلا. مش هتجيبها لبر ابدا البنت دي، ربنا يستر. صباح الخير يا حسن. صباح الخير. ها نمت كويس؟ الحمد لله. عاوزين بقى نخلص الفطار وما نزعلش مننا الدكتور وهبة. عارف لو خلصت الاكل ده كله الدكتور هيخرجك من هنا وينزلك العنبر وسط زمايلك. يلا. عايز افضل لحالي. هتاكل بعدين. صباح الخير يا ابو علي. ها عامل ايه النهارده؟ اه الحمد لله. الحمد لله. بس انت لسه ما فطرتش. تصدق انا كمان لسه ما فطرتش. ايه رايك نجيب باتنين تلاته جنيه فول وطعميه ونديها؟ يعني هتفطر ولا مش هتفطر؟ نفطر. نفطر. خد يا عوا ورقه ب10 اهي. هات لنا بقى شويه بتنجان على فول على طعميه على بطاطس على شويه مخلل على عيش من ابو 50 قرش ده اذا كان لسه ب50 قرش. يلا روح. انت طيب قوي يا دكتور. ان شاء الله ناس كتير ربنا هيكرمهم على يدك وهتخف وهيدعوا لك. انت ربنا ناعم عليك، هتحس بالناس وقلبك طاهر. بس والله احيانا الاحساس بيبقى نقمه مش نعمه. لانك هتحس بالناس ولا عشان بتتعب لما بتحس بتعب الناس؟ ايوه بتعب قوي، خصوصا لما بكون مش قادر اعمل لهم حاجه، مش قادر اريحهم. ابو علي، وانا هنا عشان انت اللي تحللني؟ انت فاهم غلط. أنا هنا عشان أنا اللي حللك، أنا الدكتور وأنت المريض. ها احكي لي بقى، أنت بقالك قد إيه هتشتغل هنا؟ يعني برضو مش عايز تتكلم. طيب قول لي، أنت ومدام ياسمين متجوزين بقالكم قد إيه؟ عايز أطلع من هنا. لا ما هو كده مش هينفع، لازم اللجنة تقول رأيها الأول، وأنا كمان لازم أكتب تقريري، وأنت مش عاوز تساعدني. وانا عارف ان انت بريء واللي عندك ده اكتئاب عميق عنده رغبة انتحارية، وده غالبا ما بيحصل مع الناس اللي بتبقى درجة احساسهم وتفاعلهم مع الاخرين بتكون عالية جدا. يعني زي ما تقولي كده بتبقى مشاعرهم فياضة، اما بيحبوا بيحبوا بعمق، ولما بيكرهوا بيكرهوا بعمق برضو. اطلاقا النوع اللي زي ده بيتعرض لانتكاسات كتير لأنه ما بيقدرش يتحمل الألم من الناس اللي بيحبهم، وفي الحالة دي يقتل. أقصى حاجة ممكن يعملها إنه يقتل نفسه، ينتحر يعني. أنا متأكد إنه بريء، أنا واثق إنه ما قتلش، وهكتب ده في التقرير اللي أنا هبعته للنيابة. هو لسه بياخد صدمات؟ ما بقاش محتاج لها في الوقت الحالي، بس ممكن الثورات العنيفة ترجع له وأكتر من الأول كمان، عشان كده إحنا محتاجينك تساعدينا. احنا المعلومات اللي عندنا مش كفايه،
عايزين نعرف التاريخ المرضي ليه، عايزين نعرف طبيعة علاقته بالناس اللي حواليه، وإيه الظروف اللي وصلته للحالة دي. أنا إحنا لسه متجوزين من مدة بسيطة، وأنا مش هقدر أفيدك. هبقى أجي أطمن عليه عن إذنك. لو سمحت هبص عليه. امال مراته اللي بتجيله دي ايه؟ والله يا اخي ما انا عارف، ده انا بسالها عن اي معلومات عنه. ارتبكت وهربت. غريبه، ارتبكت وهربت ازاي؟ ادخل. في واحد عاوز يقابل سعادتك بره يا دكتور. مين ده؟ بيقول انه قريب حسن. حسن، خليه يدخل. اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا سامي الحسيني، مدير دار الرحمة للأيتام، ودول ولاد الباشمهندس حسن. ولاده؟ ده عبد الرحمن، وده عبد الله، ودي شيماء. الباشمهندس حسن متكفل بيهم، بس الباشمهندس ما شافهمش من 7 سنين، وهم نفسهم يشوفوه. ده أنا اللي نفسي يشوفه. انتوا كنتوا فين من زمان؟ انتوا جيتولي نجدة من السماء. تشربوا ايه يا حبايبي؟ اجيب لكم عصير؟ تشربوا عصير. لحظة واحدة. عوض، هات لنا 4 عصير بسرعة، وحضروا للزيارة. حاضر. يا أهلا يا حبايبي، يا أهلا وسهلا. أبو علي، أبو علي، في ناس حبايبك قوي جايين يزوروك. قوم، مش عايز تعرف هما مين؟ عموما أنا مش هقول لك، أنا هخليها لك مفاجأة. يلا بس كده قوم اتشطف وغير هدومك، ما يصحش يشوفوك بالشكل ده يا راجل. يلا يا ابو علي يلا. بصوا بقى، بابا تعبان واحنا كنا مانعين عنه الزياره، بس انتوا بقى هتساعدوني صح؟ صح. مش انتوا عايزين بابا يخف؟ ايوه. عايزكم تلعبوا معاه وتضحكوه، عايزكم كمان تاكلوه. تعرفوا تاكلوه؟ ايوه. انا هسيبكم بس انتوا اللي تقعدوا معاه، مش عاوز يشوف حد غيركم. اقعد هنا في القعده الملوكي دي وثواني وهتشوف ما يصرك.